يلا بنتي لازم تاكلي، صار لك زمان بلا أكل. ما أكلت شي من الصبح. طيب أنت أكلت؟ إيه إيه أكلت بنتي. كلي أنت هلأ. بانو، اختي انت شو عم تعملي هون؟ شو هاد يا بانو؟ انت كيف بتساوي فيني هيك؟ انا قلت لا تجي. ليش يا بابا؟ مو على اساس نضل مع بعض؟ حبيبتي اكيد رح نضل مع بعض، بس اطلعي على حالتي وشوفي وين قاعد انا. شي يوم تأكدي إنه رح نكون مع بعض يا بنتي، بس مو هون. عم تفهمي علي ما؟ هلأ خليني لاقي شغل وبعدها أنا رح زبط أموري لحتى وقتها يا بنتي أقدر أعمل لك غرفة مناسبة تدرسي فيها. هي عندها بيت وعندها غرفة كمان، بس أبي مو بهذا البيت. حبيبتي رح أجي لعندك، ما بتركك لحالك. طيب يا روحي حبيبتي. طيب تمام، فيك تجي تسكن معنا. عن جد عم تحكي؟ ايه عن جد، بس طبعا رح تروح اول ما تلاقي شغل، يعني لا تفكر انك رح تضل معنا دائما. موافق، اذا بدكن يعني ضل معكن معناها رح ضل. اختي انا كتير بحبك. شكراً إليك. ماشي، انتوا روحوا جهزوا أغراضكم وأنا ناطرتكم برا. تعالي حبيبة قلبي أنتي، وأخيراً رح نكون مع بعض. يلا لا تنطري أختك، رح جيب أغراضي وإجي. أخي جهز لي الحساب. جي هون؟ اي امي. شو صاير معك؟ ما في شي امي. كيف ما في شي؟ اسمعني، هادوك الشباب عم يضايقوك صح؟ هنن السبب اللي صاير بوشك، وانت عم تخبي عني وتقلي مجرد حادث. جي هون، اخ منك، ليش عم تعاملني كأني غبية؟ امي شو هذا الحكي اللي عم تحكي؟ ما خبرتك مشان ما تقلقي. هنن عملوا هيك، ايه هنن ضربوني لاني ما عطيتهم المصاري، هذا اللي صار. ان شاء الله بتنكسر ايديهم. عم تتوجع ابني؟ شو؟ لا ما في شيء عم يوجعني. شو رح تعمل هلا؟ احكي اي شيء، قلت انك رح تحلها. بس كيف يا ابني؟ هنن هالمرة ضربوك، المرة الجاية شو بيصير؟ قلي. والله أنا خايفة، خايفة كتير. في حل، في حل، بس شو؟ ابني لو سمحت احكي، يلا شو في ببالك؟ نحن إذا قدرنا نرهن البيت وقتها فيني اسحب قرض وادفع للزلمه. والله يا امي انا اللي رح ادفع الاقساط، بوعدك بهالشي، بس وثقي فيني. طلع فيني، انت رح تدفع كل الاقساط. والله رح ادفع كل شيء، انا بوعدك رح ادفع كل الاقساط، ما حدا بيدفع غيري. اكيد رح تدفع. المهم هلا ابني اعمل يلي لازم تعمله، بس ابدا ما بدي اشوفك مره ثانيه عم تشتغل مع هدول الرجال لو سمحت. عم تفهم شو عم اقول لك؟ لا مستحيل، خلص انا تربيت،
ما عاد رح أخذ مصاري من حدا ما بعرفه أبداً، مستحيل. طيب لنشوف ابني. بدي أقول لك شي مهم، لا تخبر مارت بهالشي، بس تدفع الأقساط وتخلص القرض بقول له إذا اضطر الأمر، بس هلأ ما بدنا نقول له شي. ماشي، بحبك. خلص ابني بلا هالحركات، اقعد. خلص لا تعمل هيك هلأ لو سمحت. صباح الخير. صباح الخير. ما بعرف إذا كان خير ولا لا. فاضية شوي، بدي أحكي معك. في شي مهم راح علي يعني؟ ما بعرف، بس هاليوم مهم. مستحيل أقدر أنسى هذا اليوم. وصيت على قالب كيك لأبك، كنت رح أخذه وأنا طالعة من الشغل. متخيل دوغان؟ أنا للحظة نسيت إنه بنتنا مانا ما فينا نحتفل معه بهاليوم. هذا اليوم كان أسعد يوم عشته بحياتي. بكفي تولين، لا تقولي هيك لو سمحتي، ولا تنسي إنه حكينا بهذا الشيء من قبل. دوغان، أنت قدرت تتقبل اللي صار؟ احكي، أنت كأب قدران تتقبل إنه بنتك ماتت؟ أنا كل يوم زعلي عم بيزيد بدل ما ينقص، خصوصي بهالأيام. دوغان، لازم جهز حالي. منيح إنه في عنا شغل يخلينا نلتهي. يلا خلونا نبلش شغل بقى. صباح الخير. جاي بكير ما شاء الله.
ايه والله كان عندي شوية شغل، قلت بيجي بخلصه بس هيك. شو هاد؟ كأنه في حدا ضل وقت متأخر مبارح. خليني شيلهم قبل ما يجي دوغان بيك. شو هاد؟ شو هالكركبة؟ ليش هيك؟ عن جد غريب. بهار، ما حكينا امبارح بس شكرا. بتعرفي ليش قلت له يجي يقعد معنا هون؟ مشان تتعرفي على ابوكي، مشان تعرفي نمط الحياه اللي بيحب انه يعيشه. بس اختي بابا تغير كثير، هو مو مثل ما خبرتيني. الكل بيستاهل فرصه ثانيه. بانو، الناس ما بتتغير، وخصوصاً أبوكي مستحيل يتغير. بس مع الأسف لازم يعيش معنا لحتى تعرفي هالشي. بتزعل هالطفلة؟ يا ريت لو يعطيها لأمه. مارت، بتوقع انه اللي شفناه رح يخلي البنت ترجع لامها مو هيك؟ ايه طبعا بتوقع انه هيك يصير. شو هالعالم يا؟ من وين جايبين كل هاي الثقة؟ كأنه في عندهم شي دليل قوي. ما بظن الدليل تبعهم قوي مثل الدليل تبعنا. نحن سمعناه عم يقول انه بده يترك بنته بالبيت ويروح بعطلة. انتي عشو عم تدوري؟ بتذكر انه كان في عنا دعوة سابقة بخصوص الحضانة، عم دور بلكي بلاقيها. حلو كتير، كنتي خبرينا كمان لنساعدك. طبعا رح خبركم، بس صرتوا تقولولي شو الدليل اللي لقيتوه. وليش هيك عم تتصرفي؟ خليني ذكرك، نحن متنافسين. بالضبط هيك، ويا ريت تذكر شريكتك بهالموضوع لأن نسياني شكل. مو مشكلة، اليوم نحن اللي رح نفوز بهذا الاختبار ببساطة. ايجي، كأنك طموح زيادة. بالنسبة لي هي اسمها حرب البقاء. يعطيكم العافية. الله يعافيك. الدعوة اللي عم تشتغلوا عليها اشت مشانها الست أينور. عمر بيك ومحامي رح يوصلوا بعد شوي. هي يلا. أهلا وسهلا فيكم. سليم بيك بعد شوي رح يجي، شو منضيفكن؟ شكراً إلك، ما بدنا نشرب شي. شكراً كثير إلك، ما معنا وقت بنوب. أنت من الأساس ما عندك وقت أبداً. أي نور، لا تبلشي قدام العالم لو سمحتي. يلا بالإذن. خير يا شباب، شو في ليش هيك جايين بسرعة؟ هي دعوة إلنا ست أرماك. اوكي، بس استنوا سليم بيك. طبعا. مرحبا يا جماعة. اهلا وسهلا. مرحبا. انتوا مساعدين للسيد سليم؟ لا، نحن متدربين عند دوغان بيك، بس هو طلب منا نهتم بهذا الملف. يعني بما انها قضية معقدة فنحن حبينا نساعد فيها. هي القضية مهمة بالنسبة إلنا، يعني بدنا نحكي بمستقبل البنت، ما هيك؟ ما حدا حاسس بالشي اللي أنا حاسة فيه، ما فيني أوصف إحساسي. هذا هو قلب الأم. كان لازم تفكري شوي قبل ما تتركينا. عم تسمعي؟ يلي بيسمع كلامه بفكره سادة. أنا آسف تأخرت عليكم، ما تواخذوني. شباب فيني أخذ دقيقة من وقتكم؟ بالإسم